انا مريح في قهوه اختي في الصيف، مشات لي عوينه، خرجت من القهوه لقيت عيني مشات، جيت عند الوالده قلت لها امي مشات لي عين. ولا ديك الساعه ما تدير تي ولا والو، راك تنبول حاجتك عند التبول الاراضي، تنبول في الفريش، راك يوميا الدار تيصبنوا يوميا. طيب اختي بنادم راه 17 عام وتينعس على كرسي ما يطيبش. تنقول لها امي ناعسه، تنقول لها امي اجي الله يحفظك، خاصة تحيد لي السروال وخاصة تدورني على ظهري ودير لي ميكا، وهي مرة كبيرة بعد مرة تيجي لودي غير تتخربق هي، انا تنتسطى. والفقر تاورة يقسم، ثقي بيا اختي الفقر تيقسم. فرصة 18 83 15 04، انا مريح في قهوة اختي في الصيف، مشات لي عوينة، خرجت من القهوة لقيت عيني مشات، جيت عند الوالدة قلت لها امي مشات لي عين. قالت امي مسكين زول معايا في السبيطار بحال كرك عارفة كما حكيت لك، مشيت نعس واحد السبيطار هو اللي السبيطار بالخميس، انا راه كاين في الحومة نعس 18 يوم. هذيك الساعه ما قامشاش لي عوينه، ديك الساعه داروا لي التيوات، داروا لي التيو ديال المعده فهمتي، نعم. داروا لي التيو ثاني ديال النبوله، ديك الساعه عندي ميكروب في النبوله، يعني انا غادي كاع تمشي للسبيطار ولابس لي كوش، انا كاع كانت تديني امي تمشي غاديه بشويه، يعني داك الشيء تمشي تدريجي وضعفيت، نعم. صافي هذيك الساعه كان عندي تبريكلوز، ديك الساعه قالوا لي راه عندك مرض السل، جيت للدار داك الشيء بشويه بشويه تم جاي، صافي مشي لي العوينه الثانيه. مشات لي في هذا البيت هذا هو اللي ناعس فيه هنايا، صافي نتشلل صافي. ولا ديك الساعه ما تدري تي ولا والو، راك تنبول حاجتك عند التبول الاراضي، تنبول في الفريش، راك يوميا الدار تيصبنوا يوميا. ديك الساعه بقى ما استعملت لا تي ولا والو. فهمتيني؟ نعم. من بعد شي شهرين ولا شي شهرون سعد عاد خرج لي التي ولا تنديرهم. راك يوميا تيصبنوا الدار، يوميا تيصبنوا المارط، يوميا. هادو تنبدل انا خاصني هادو نورمالمون خاصني نبدلهم من يومين ليومين. تنبدلهم دابا من السيمانه للسيمانه، ما عنديش باش نشريهم، ما بحال شكل بروتيج هادو سميتهم بينيبلو، فهمتيني؟ تيدير تيخرج لي الميكروب في التيو اختي، الميكروب تيخرج لي ديال النبوله، عندي ميكروب في النبوله هنا. انا راه بعد مرات ليكوش تنستعملهم ما تيتوسخوش، تنعاود نستعملهم تيكونوا باقيين ما توسخوا ما والو، لصق لص لا ماشي تنشفهم يعني ما تيتوسخوا ما والو، تنكون استعملتهم يعني ديجا انا درت مثلا قضيت الحاجيات ديالو تنعاود نلبسها، اللي ما تنقدر ندير فيها والو تنبقى باقا نقيه ما تنبقاش تنعاود ثاني نستعملها، وهذوك دوك السكوتش ديالها تنعاود ندير انايا تنعاود نعقدها. تنطيب اختي بنادم راه 17 عام وتينعس على كرسي ما يطيبش من 2004، راه بعد مره تنطلع عالم 3 ايام 4 ايام عاد تنطلع الكروسه خاص زوج يهزوني، ولا ما كانوا جوج تنبقى ناعس انا فهمتي، تنبقى ناعس خاص يبانوا جوج، تنقول يا ربي شي واحد باش يهزني مع اختي حيت امي ما عرفتش تهزني، قدرت تبلاص لي الكروسه نقدر نطلع انا ولكن بواحد المشقه نطلع الكروسه، راه كيما حكيت لك خصني قاد لي رجلي ويدور مليا ويشد لي الكروسه تهرب يعني تهرب ليا فهمت، خصني شي واحد يجي ورايا، امي مراه كبيره تتعاونني اختي حتى هي مسكينه تقاد لي رجلي ولكن راه تسخسيخ خصهم جوج واحد يهزك من يدك من رجلك. قال لي عندك التهاب في السنسول، عندك واحد الحبوبه هي دارتك الجذور. انا بالزربه داك الشيء ديال الله، ابتلاء ديال الله، مرحبا بي جد بالزربه داك الشيء. حتى الفقر الدار بقاو شي يجروا معايا تيدوك للطبيب صافي فهمتي كي الاهمال. ويدي مساكم ضارب مع الكفيفه فين عيدوك عيدوك على الطبيب خصك طبيب اختصاصي. فهمتي اختي؟ الوالد ما كاينش. الوالد ما كاينش ميت في 2001. انا امي واختي تيضربوا على الكميله. هاد الدار ديال واحد العمه عايشه برا مسكينه الله يخلفها عليها عطينا الدوله ساكنه فيها. ولكن خصك تجبد الخبز. خاصك لي ساشي ليك والشابان زيزوار الصابون، انا راه كيف وريتك الفراش خصني ندير انا ماطلة ميديكال، راه كاين واحد التويشيت تيدارو خصني نغسل فوقهم في ابار على الميكا، انا تنستعمل الميكا، راه كاين واحد الفراشات تيتباعو بحال شكل ليكوش عرفتيهم؟ انا تنولي نستعمل الميكا، خص امي تمشي تقلب على الميكا تسول شي واحد تقول واش عندك الميكا، وخاصها تسول شي واحد اخر مثلا مول المحلبه تجيب لي القرايه باش كب فيهم البول،
حيت هادو نورمال خصهم يتحيدوا، خاصها تبدل يومين خاصها تحيد هذه الخنيشه. اه وهذيك مثلا الاخرى خاصها تبقى كاع يومين عاد تحيد. هذه اللي بنادم راه مول تيضروا عينيه، والله العظيم تيضروا عينيه بالله، عاد دير جوج العمليات وعند الطونس تيطلع عليهم بعد مرة الفيقه بالليل. تنقول لها امي ناعسه، تنقول لها امي الله يحفظك خاصها تحيد لي السروال، وخاصها تدورني على ظهري ودير لي ميكا، وهي مره كبيره بعد مره تيجي له ديغاره تتخربق هي، انا تنتسطى راه بعد تحمى عليا هي واختي. دابا اختي تي بعد مره مسكينه تي تتمرض تاهي مرات تم الله يسمح ليا. ما على هادشي قضاء الله وقدره يعني، ولكن راه بعد ما راه من هذا المنبر تنحيي وتنقول لهم سمحوا لي بزاف، راه سخسختكم والله العادي سخسخت امي واختي يا ربي، ديري سوت خير يا ربي وشافي جميع المرضى. تبقى في امي واختي انا ما انا راه الحمد لله ابتلاء من عند الله. هذا اخوك راه محارم مع بعد مره تيجيني اكتئاب، راه انا تلقيت هذاك الاكتئاب بالراديو، وبعد مره عندي اصدقاء تهضر معاهم في الواتساب مدبر في هذا المشقوف هذا، خسروا لنا الناس التليفون تهضروا مع الحباب والصحاب باش نقتل الوقت ديالي. انا اخوك فهمتي تنقتل الوقت، تنضارب مع هذا المرض، نضارب معاه ماشي انا هامل راسي فهمتي. هو الدواء عاودتك باش عنشري اختي، راه عندي 600 درهم الشهر باش عنشري الدواء. انا مضاربه ما عليكوش اللي صاشي، انا راه صحابي عيقت عليهم كل خطره قالوا راه بزاف راه تيمرقوا الله يرحم لي مودين كثر خيرهم صحابي الله يحفظهم وينجهم من تنحيي من هذا المنبر هذا. درت ترويد درته في السبيطار ديال الحومه ب 20 درهم، ولكن تدير الترويد درته في 2005 كان تيدين واحد الدري صاحبي تا هو مسكين والدرب تا هو تخسخ معايا تا هو تنحييه مسكين كان تيدين، ولكن شحال قدو يديك حيت كان تخسخ ما هبطوك من بروميطاس خسخ من جوج هبطوك. ديك الساعه كنت ثقيل كتنفخت بالدواء، خاصهم اختي يدوك السبيطار بحال اللي قلتي محمد خامس ربما راك تعرفتي راه وقع شي نص كيلومتر، خاصهم يدوك ويجو طلعوك جوج صافي. انا هملت راسي بقيت باغي لا ترويد لا والو، انا تنصلي راه تيموما كيما راه وقع ربما تشوفها سطيله ديال الماء، هاد التليفون تنحطو حدا راسي و تنضحك و تنطلبو الله تيقبل علينا الله، الله يشافينا راه كل الله قادر على كل شيء. تنشوف شي فيديوهات اختي راه تنسى راسي انا، شي واحد اللي حين ريوسا مشوف تي في ومساكن مساكن مقيح يعني، انا الحمد لله تيحيدوا لي ظفاري تيعاوموني من هذا المنبر. تنقول لي عنده شي مريض شي اللي حيد لي ظفارو وغسل لي وعومو، راه وجا ريح حدا وجاب لي شي مكل زوين شي كاع درو يجيب ريحه ديال الختو ديرها ليه، ديرها كاع يدير الريحه ديال الختو كاع راه تيحس ما تيبقاش هامل راسو تيتطلق. المريض خاصو ريح حدا بنادم يعوم واحد يدفارو ويغسل لي راسو ويضحك معاه ماشي يهملو. والفقر تا هو راه تيقتل، ثقي بيا اختي الفقر راه تيقتل، راه مضاربه معايا امي على الكامل راه تيتعاون مع الناس هي مسكينه امي راه دايره جوج العمليات وعند الطونسي وبعد مره تتمرض ليا ما تبغيش امي تمرض ليا انا ثقي بيا وصدقيني حيت كاين الله امي واختي هما اللي مكمليني الله يخليهم والله ثقي بيا والله كاين الله ومالك الحمد الحمد لله كاين الحمد. تنستغفر تنصوم تين وخميس واخا تنتعصب تنقتل راسي بالاستغفار، تنصوم تين وخميس صم الصيام سول راه كملتها. انا ماشي هذا الفيديو درته باش انا الحمد لله كاين الله سبحانه وتعالى شي اللي تنطلب من احبابنا الله يكبر بهم خوتنا داخل الوطن وخارج الوطن يتعاونوا معايا. انا راه 17 عام درت راديو واحد على عينيا ودرت راديو واحد على الاذن ديالي، التمر عندي فيهم التهاب راه بعض المرات تيعرقوا لي وتيطلقوا لي واحد الريحه مع ديما ناعس ديما ناعس فهمتي ديما يعني ودني على المخده. انا ما باغي لا ترويد لا والو، عندي دابا عندي عندي السنسول ديالي ولا فيه عوجاج خصني ندير لي راديو فهمتي اختي، ولكن الحمد لله انا ما باغي والو، انا بنطلب الله الله يعطي الصحه لامي واختي. انا اللي بغيت تعاون معايا الساشيات وليكوش هادشي اللي كاين، وباغي ندير واحد الراديوات هادشي اللي كاين اختي. 06 18 83 15 04